مرحبا بكم مشاهدينا بالتوقعات حول الطقس اليومي غدا الثلاثاء. كتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد وصقيع فوق المرتفعات والهضاب العليا مع مرور سحب كثيفة غادي تعطي زخات وعواصف محلية شمال الأقاليم الجنوبية، ولتكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، فيما غادي تهب الرياح معتدلة شمالية شرقية على العموم. والآن نخليكم مع درجات الحرارة: 16 درجة مدينة طنجة، 17 درجة بوجدة، 16 بالرباط، 15 درجة بفاس، 16 درجة بالدار البيضاء، 16 درجة بمكناس، 15 درجة بمراكش، 24 درجة بأكادير، 23 درجة بالعيون، 19 درجة بالداخلة. الآن نخليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تيفي جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم بمجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في، واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره ملي كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. الزوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، البرامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.